مين بيخبط على الباب؟ افتحي لي يا بنتي، عايزه اشرب بق ميه. ايه ده وانت مين؟ هو اي حد يخبط عليا اديله ميه كده؟ يا بنتي افتحي لي احسن لك. لا مش فاتحه، مش فاتحه لحد الباب. في ايه يا مامي؟ بتكلمي مين؟ مفيش يا بنتي، ده في عفريته واقفه على الباب عايزاني اجيب لها ميه. عفريته ايه يا مامي اللي عايزه تشرب ميه؟ ايه ده، ايه الهبل ده؟ هي امك اتجننت ولا ايه يا بت؟ لم نفسك يالا، قال اتجننت قال، والله في عفريته واقفه على الباب اهي. انا عفريته، انا ملك الجمال زمني. يا ولية عايزه ايه؟ امشي، الملك الجمال زمنك قال. انت ما بتبصيش في المرايات؟ يعني انت مش هتفتحي لي؟ طيب مش هفتح لك، ولعلمك انا ما بخافش يا حبيبتي، ده انا ممكن اضربك بالشبشب زي ما بضرب العيال كده. اه والله اصل انت ما تعرفيش، ده انا ممكن امسكك عجلتك. يا لهوي، انت دخلت هنا ازاي؟ مش قلت لكم عفريته؟ ايه يا مامي الولية دي؟ انا اول مره اشوف واحده اوحش مني. يا ماما انا خايف. مش قلت لك افتحي لي بالذوق؟ طب سامحيني والنبي قولي لي انت عايزه ايه وامشي، وممكن اكلمك وانا مضايقه وشي كده عشان بتخوفيني؟ تاني هتقولي ليه بخوفك؟ انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيكي ايه؟ لا بقول لك ايه، على فكره انا ما بخافش، وبعدين انت هتدخلي بيتي تتنكي عليا وتتفردي؟ يا وليه انا بقول لك انا الساحره الشريره، احترميني. الساحره الشريره ايه يا وليه؟ انت مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انت عفريته. انا هخليكي تصدقيني. يلا. يا لهوي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لهوي يا مامي، دي طلعت الساحره الشريره بجد. انا خايف حد يتصل ببابا. حد يتصل ببابا؟ بابا مش هيجي دلوقتي. مش هيجي دلوقتي؟ في ايه يا ولية؟ انت عملت ايه في الحاج؟ خمسته في البلورة السحرية. يا لهوي يا عيني عليك يا حاج، في البربورة؟ بربورة ايه يا ولية؟ اسمها بلورة. يا عيني عليك يا بابا. اقول لكم ايه، انتوا هتدوشوني؟ ما تخافيش يا ام العيال انا طالع. الحاج، الحاج جه. ايوه تعال لها. ايه ده جه ازاي؟ يا حبيبتي جه، شوفي بقى هيعمل فيكي ايه. انا همشي، بس قبل ما امشي هلعنك. ايه ده طلعوا لي منين دول؟ ايه في ايه؟ ايه ده يا وليه؟ ايه البلالين دي؟ مش عارفه يا حاج، مش عارفه تقولي منين؟ تلاقيها من السحر بتاع الساحره الشريره، يبقى هي لعنتك ومشيت. يا لهوي، لعنتني؟ دي لعنه واحده، دول 10 لعنات على بعض. طب اهدي يا وليه بقى، شكلك مسخره الصراحه. بتضحك عليا يا ابن الجزمه؟ ماشي والله دوريك، مش عارفه اتحرك. انت عامله زي الوزه كده ليه يا مامي؟ احترمي نفسك يا بت، انا هقعد مش قادر اقف. ده ورم يا حاج صح؟ ورم وهيفز. صح يا ماما، ايه ده؟ انت عامله كده ليه؟ حتى انت يا ابن الجزمه، والله لاضربك بالشبشب. مش قادره. يا مامي انت بقيتي عامله زي البطريق كده ليه؟ بص بقى يا عيال ما تعيبوش على امكم، عيب كده. يا ولاد الجزمه، يا ولاد الجزمه، مش حاسين باللي انا فيه؟ انا جايه لكم. مش قادره امشي يا حاج. مش بقول لكم بطريق؟ يا بنت